ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع اللي فات، وكسب رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 17.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 5.6% ووصل لمستوى قرب مستوى 8800 نقطة. معظم مكاسب الأسهم تركزت في جلسة يوم الخميس، جلسة نهاية تعاملات الأسبوع، وده بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه. إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بلغت 9.9 مليار جنيه، وده مقابل 11 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه. مستثمرين الأجانب والعرب اتجهت تعاملاتهم ناحية الشراء في مقابل مبيعات المستثمرين المصريين، واللي بلغت مبيعاتهم حوالي 81 مليون جنيه. معظم المبيعات حصلت في يوم الخميس من ناحية المستثمرين الأفراد، وده بعد قرار مصاحب لقرار تحرير سعر صرف الجنيه من البنك المركزي برفع سعر الإيداع على الودائع في البنوك وإصدار شهادات ادخار بلغت فايدتها حوالي 20% سنوية تقريبا، وده دفع الأفراد للاستفادة من نسبة الفايدة اللي بتعتبر بدون مخاطر مقارنة بالاستثمار في البورصة المصرية. محللين بيتوقعوا ظهور أثر قرار تحرير سعر صرف الجنيه بوضوح خلال تعاملات الأسبوع اللي جاي، وإن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 9300 نقطة.